لكن لك ساعة ستموت فيها، صحيح ولا لا؟ في ساعة لابد أن ينزل الموت بساحتك، هذه الساعة لا تتأخر ولا تتقدم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة إيش ولا يستقدمون. لكن السؤال معاشر الأحبة، أنت الآن متأكد أنك ستموت، لكن السؤال هل هذا الأمر متيقن في نفسك أم أنك في شك؟ يعني في واحد الآن منا مستعد أنه سيموت هذه الليلة؟ أجيبه، الغالب إلا ما رحم ربك، تجدنا نفكر الآن إلى بعد 5 سنوات ولا لا، 10 سنوات، صح ولا لا؟ وهذه الحياة أنستنا الموت، أنستنا الموت. وليس المعنى أنك تترك أعمالك الدنيوية لأجل الموت، لا، ما جاء الشرع بهذا ولا العقل بهذا، لكن استعد للموت كاستعدادك للدنيا، والأولى أن يكون استعدادك للموت أكثر من استعدادك للدنيا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير.